احنا مباشرة. قول لي كيفاش هذا البلان هذا نتاع الناس اللي كيديو شي حوالات تاع شرح لي شنو يعني هذا تاع البارح حتى اليوم باش الناس تفهموا. يعني السلام عليكم. يعني انا كنشكر المحسنين ديال مدينه وجده والمغرب كامل والامه الاسلاميه ومبروك عواشركم. كان محسنين البارح في حي الزيتون، لكن الموضوع ديال حي الزيتون كان تحل. السيد قال لهم انا نمشي معكم للدار ونشوف اللي عنده حولي، ما نقدرش نعطي الزواج يعني فكها، وعطاهم فلوس من موراها للناس اللي ما عندهمش، عطاهم 1000 درهم 1000 درهم. يعني هذيك فات سيره ذاتيه، فات مسيره مليحه. لكن اليوم اللي وقع في الجهه ديال درب السايح والروض طايرت، هو الجهه ديال الروض طايرت درب السايح، يعني المحسنين كاين اللي ما يبانوش يلغاو بالتليفون ويمشيو يديو الحواله. من بعد ما يديو الحواله كدي الاول كدي الزواج كتستخف الرابع، تسمى كتولي تجاره. ها التجاره ما يبغيها الله الا الرسول. كيديو على المحسنين ربعه جوج تاع الحواله، كيديو بالواحد. يعني المحسنين غادي نقدروا نقولوا محسن في حي السلام، محسن في لاش طوبه، محسن من هادي، كيلقطوا دوك المحسنين. مي كيلقطوهم دوك المحسنين اللي كيفرقوهم، تتلقى عند السيده اربعه ديال الحواله. كيجي عندنا واحد السيد جارها يقول لها انا ما معيدش، يمكن تعطيني واحد ولا نعطيك 500 درهم باش تصرفي، تقول له لا اعطيني 1000 درهم 1400 درهم. يعني هنا ولات التجاره، يعني ما ولات الصدقه. يعني هاد المحسنين راه كاين السلطات، كاين مقاطعات، كاين قياد، كاين الشيوخ اللي كيعرفوا هاد الصوالح ويمشيو معاهم. يعني علاش؟ يعني هذه ماشي حشمه من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الشرب ولا هادشي، هذه فلوس وهذه العقش. الناس اللي ما عندهاش ما كتطلبش، اللي عنده هو اللي كيديرها تجاره. الناس اللي ما عندهاش ما كتطلبش، راه يعني قاعده في دارها وتستنى الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى. 8 ديال الناس اللي في الجهه ديال درب السايح راهم خارجين بالعيد، واربعه في الروطارات هي 12 واحد راهم خارجين. اما السيده اللي كانوا عندها اربعه البارح، واحد السيد طلبها ب 900 درهم 800 درهم تعطيه ديك الخروفه وما بغاتش، تصمت ومع ذلك ما بغاتش. واليوم واحد السيده قابضه زوج والثالث راه جايبينها لها. ويعني انا كنت صونت للمقاطعه والقائد، قلت له غادي ندير واحد اللقاء مع شوف تي في، يعني باش ننصح انا هاد المحسنين، يعني باش ما يزيدوش يعطيو، خصهم يزيدوا يترخصوا. يعني ما بين يا المقاطعه بحال حنا الجهه ديالنا، كاين واحد سميتو بوركبا محمد، عارف اللي عنده عارف اللي ما عندوش. الحاج بوركبا محمد عارف اللي عنده عارف اللي ما عندوش. لعقاش اللي ما عندوش راه ما يطلبش، اللي عنده هو اللي كيطلب. هذه هي الرساله اللي جيت نوصلها للمحسنين. وعيد مبارك سعيد. السلام عليكم. يعني دابا اللي فهمت انايا، مثلا انايا محتاج حولين نعيط لهاد المحسن ونعيط لهذاك وكاع يجيبوا لي الحواله. لا مثلا محتاج محسن، يعني محسن يعني عندهم لي كونتاكت مع الصديقات ديالهم. يعني صديقات دات حولي في شي جهه اخرى، يعني تقول لذاك المحسن راه كان واحد السيده خارجه بلا عيد، هذيك دير لها تليفون مشي تجيب ذاك العيد دخلو. عاوتاني يجي شي محسن ديك الجهه ديال درب السايح يعطيها عيد، ها الزوج، عاوتاني تقبض الثالث تقبض الرابع. انا هي تكلف تفرقهم. ما تجي تكلف تفرقهم، يعني بلي راني خارجه بلا عيد باش تصدق بربعه، باش واحد تعيد عليه وثلاثه تبيعهم. يا من بعد العيد يا قبل العيد. يا تبيعهم ب 1200 درهم 1300 درهم، هي مشاريع غلا، ما وكلت ما كسبت ما رعات. والبارحه الجمعيه اللي كانت تدور لقات الناس اللي عندهم جوج حوالات ثلاثه؟ لا هذه الجمعيه ما لقات. لاقاش؟ علاش الناس كانوا يقول لهم خرجوا ودقوا ديورنا، خرجوا نحلوا لكم الباب، وإلا لقيتوا زوج حواله يعني عاقبونا، وإلا لقيتوا حولي جزاكم الله خيرا. وخرجوا وبقاو هذا الشيء يعني مريقل. من موراها واحد ستاد الملايين تفركت في حي الزيتون، عطاو الناس 1000 درهم 1000 درهم 1000 درهم، خاطش كاين اللي عنده 500 درهم يزيد على هذيك 1000 درهم ويمشي يشري في خروفه ولا خروف باش ما قسم الله ويعيد. امور واضحه. دابا حنا باش غادي نحدوا من هاد الدائره نتاع بحال النص بالنسبه للمحسنين، باش غادي نحدوا من هاد الدائره شنو الحل؟ يعني هاد الحل هاد المحسنين، يعني انا غادي نقول لك من بينها كاين منتخبين ما عنده ما كان ما عليهم، يعني مكرمهم الله سبحانه وتعالى، يعني ما يخلطوش ويعطوا لواحد السيد يقول له بلي انا غادي نفرق. لعقاش ولات حتى هادوك شكل عصابه. انا مجربهم غير في الهيبه ديال صاحب الجلاله اللي كيعطيها في سيدنا رمضان، كيدخلوا هما. لعقاش كاين اللي يديم عند صاحب الجلاله وكيديم عند بيوي وكيديم عند الحضوري عبد القادر الشايب، يعني كيدي على ثلاثه ديال الجهات، وكاين واحد ما داش حاجه. لا كيدي على ناس وصافي. يعني كيديو من هنا ومن هنا ومن هنا، كيديو من هنا ومن هنا ومن هنا. اما اللي ما عندوش يعني راه في داره،
دقوا عليه وعطاوه هذيك، ما دقوش عليه راه قاعد في دارو. دابا كاين بزاف الحمى ديالكم اللي ما خارجين بلا عين. 12 واحد خارجه بلا عين. ما حاولتيش تما تكونتاكتاو مع المحسنين؟ انا تكونكتات مع ماشي مع المحسنين، هاد المحسنين ما بانوش، يعني بحال نقولوا يعني راني فهمتك انا الامر، يعني الناس كيتلغاو بالتليفون كيمشيو يهزوا واحد في التريبورتور يخسروا عليه 50 درهم ويربحوا 1400 درهم 1300 درهم. هذه هي اللي قلت لك انا عليها، يعني كيبعدوا على الحومه. بحال شحال من واحد المحسن ما كيبانش في الحومه، كيكلف واحد لاقاش المحسن كيخليها ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الصدقه كتكون سريه، يعني هو كيكلف واحد الناس ما يبانش في الصدقه، هو ما يبان هو هذوك الناس. عاوتاني نقادو نقولوا لا كانوا ناس مزيانين عاوتاني مكلفين الناس، عاوتاني حنا فاش طايحين طايحين من هذه الفئه. بحال هذه السيده اللي هضرت انا معها اليوم قلت لها انت من عندك جوج حواله اعطي واحد لجارك، قالت لي انا عندي ما معيد جارها، كاينين خمسه بلا عيد تماك في ديك الدار راني فيها شي سته ديال الناس. قالت لك انا غادي نصدقوا على راجلي، قلت لها تصدقي على راجلك هذه راه صدقه، ولا غادي يعطوك 400 درهم باش تصرفي، لكن تصمت ومع ذلك. هذه هي الرساله اللي كتوجهها، هذه هي الرساله اللي كنوجهها، يعني وحده قابضه اربعه ديال الحواله، وحده قابضه جوج حواله وتستنى، والناس عاد تستنى، واللي عندهم راهم كيديو، واللي ما عندهمش راهم يستناو رحمه الله سبحانه وتعالى وما كيطلبوش. انا شحال من واحد جاني انا واخا كنبيع الدخان تما ياك، يعني كيجيو الناس اللي عندهم وهذه كنقول لهم ودي ها واش كان يعني على الادويه ولا هذه كندير لهم كونتاكت مع الديريكتور مع الفارماسي وهذه. لكن هاد الناس في نهار العصر ديال هاد السنه ديال 2022 الناس يعني بحال اللي تزير الدعوه وهذه، يعني الا المحسنين ما بقاوش يبانوا، بقاو داك الشيء يديروا ما بينه وبين الله، لكن طاحوا في واحد الفخ لا اله الا الله محمد رسول الله ديال النصب والاحتيال من طرف هاد الناس. هذه عصابه